فاس، المدينة المغربية التي احتفلت سنة 2000 بعيد ميلادها 1200 بأبوابها ومسجديها القرويين والأندلسيين وإلى مدارسها البعنانية والعطارين، ولن ننسى أبدا جامعتها القرويين التي حسم التاريخ في كونها أول جامعة بالعالم. فاس البالي وفاس الجديد والمدينة الجديدة كلها أجزاء تكون ثاني أكبر مدينة بالمغرب. هذه المدينة التي أسست في مطلع القرن التاسع للميلاد سنة 808 ميلادية على يد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاش إدريس الأكبر في مدينة وليلي حوالي 6 سنوات، وامتدت إليه يد الاغتيال من بغداد، حيث نظم البرامكة اغتياله على يد سليمان بن جرير الشماخ كما هو معروف في كتب التاريخ. وتتصدر فاس بأغنى عدد من الحرف التي تناهز 400 حرفة وصنعة، وبعدد الأشخاص العاملين في هذه القطاعات. دار دبغة من بين أهم الجهات السياحية بفاس، تقنية تمارس منذ بناء دار شوارة أكبر دار للدبغة بالقرن 11. بالرغم من تطور التكنولوجيا لم تتغير التقنيات التي تعتبر من وجهة نظر الشغالين بالمجال سر من أسرار الإنتاجية ذات الجودة العالية. تاريخ ديال دار الدبغ عندها ما بين 950 حتى 1000 سنة. المراحل ديال دار الدبغ المراحل هما هادو، غير تغيروا بعض المراحل. كنا زمان كانوا كيديروا الكرموس، كانوا كيدقوا القشور ديال الرمان في المهارس ديال الطين ديال الحجر، وتكاوات والدبغ وكل شيء كان كيطحن. اما دار الدبغ كيف كانت كيما زالت. كانوا كيخدموا غير بالشورطات وغير بالسلاهم والمسائل ديال غير كيستروا راسهم وكيصطموا على الجلد كيصبنوه برجليهم وكل شيء برجليهم. بين العمل للقمة العيش وصعوبة طبيعة العمل تأتي جائحة كورونا لتخلط الأوراق فوق طاولة الشغيلة. بين الجلود التي يجب معالجتها وتتبع مراحل هذه المعالجة لتفادي كارثة بيئية بالأحياء المجاورة، وبين الحجر الصحي الذي جعل الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا، رجال اكتشفوا بين عشية وضحاها أنهم وعائلاتهم عرضة للتشرد وللبقاء بدون مأكل أو مشرب. فماذا أعد لمثل هذه الوضعية؟ وبالنسبة للخدمة ديالنا حنا كنخدموا ماشي لخاطرنا، بالسيف علينا جايين نخدموا، خصنا ندوزوا داك المدة الخدمة ديالنا ومشيو بحالنا. وبالنسبة للدراري ماشي كلشي خدام، غير اللي عنده سلعة في حالة الطوارئ كيهود يخدمها. وهنا تقريبا كاينه 600 ديال الخلق عندنا هنا خدامه، ما عندهم لا دعم لا والو. بالنسبه اللي كاين اللي كيخدم هذا النهار باش يصرف غدا. الرساله ديالي اللي بغيت نوصل لهم هو خاص شي دعم يعطيوه لهاد الناس هادو باش يجلس في دارهم، ماشي يقول له جلس وهو جالس بالجوع ما عندوش ما يصرف على ولاده. يعني الا غيجلس الصواح الدعم باش يجلس ويصرف على وليداته وهو مرتاح، كي غيدير يجلس حداهم وهما بالجوع ما عندوش باش يصرف عليه ما يقدرش يجلس، ايود بالسيف عليه.
السكابه هذه راه واحد الريحه كارهه لنا في المحيط اللي حنا فيه. عندنا بعض الحالات طارئه، مثلا الجلد كيتحلل خصنا نعالجوه، ولا ما عالجناش غادي يخلي عندنا كارثه بيئيه اللي حنا ما خصناش غادي نعطي واحد الرائحه كارهه للسكان هذه وغنضروهم، يعني غنكونوا حاربوا واحد الفيروس اللي هو فيروس كورونا اللي حنا مع الحظر الصحي اللي تلقاتو وزارة الداخلية حنا معاها ومنضبطين بها، إلا بعض الحالات كما تتشوف حنا كنشتغلوا هنا في المدبغة تقريبا 1000 حتى 800 شغيل، كما كتلاحظ أن المدبغة فارغة إلا بعض الجزئيات الحالات اللي تنقول لك اللي تتعرض للضرر، التحلل الجلد كيتحلل وكيعطينا واحد اللي تحلل كيفسد، يعني الانسان غادي يفسد في المال ديالو، وزائد ان ديك الرائحه تاثر على الصحه ديال الانسان، يعني المحيط اللي دار بها. بين التقاليد والتكنولوجيا، بين السياحة ووضعية العمال، بين الوباء وبين دقة الحيلة، دار الدبغ بشكلها وتصميمها التقليدي العتيق لا يمكن إزالتها، ولكن يمكن تغيير طرق العمل وتطوير وسائل الإنتاج. فمتى سنرى التغيير؟